نبلش اليوم بمنقوشة زعتر. جود مورنينج جود مورنينج. منقوشة زعتر رح نبلش عند اوليف. بتعرفوا تعرفت عليهم من كتير زمان بس ما كنت عارف. رجعت طرقاتنا التقت لبنانية صارلهم تقريبا 3 شهور هون. فتحوا بيكري بتعملوا منقيش جبنة أكل ترويقة غدا and everything in between من كرواسان لباس كيك وكتير إشياء كمان. منبلش منقوشة زعتر. عجينة واضحة أنها مرتاحة. زعترات جايين من لبنان طراوي مثل ما لازم. اوف ايموشنز. مش معقول مش معقول دقيقة. وين ما كنتوا بالعالم في شيء بيحرك المشاعر اكثر من قشط الزعتر؟ في شيء بيخليكم تحسوا شيء اكثر من قشط الزعتر؟ في شيء بيعطي احساس اكثر من قشط الزعتر؟ نعم. عم بلش عند اوليف. نهار طويل ببلش بدبي بكفي بابو ظبي. نهارنا السادس بالامارات مشوار ببلش هلا. منقوشتهم زعتراتهم روعة وعجينتهم حتى لو رقيقة سوبر طرية. أوه بتفاجئ هيدا تعرف عليهم. هاي أنتوني كيفك؟ اشتقنا. آخر مرة التقينا بصغارتا مطعم بيت الشيخة بصغارتا قاعدة على النهر. كانت أوتنتيك لبنيز ريستورنت. هلأ عم نلتقى بدبي. A new concept بيجمع المطعم مع البيستري شوب. ليش هول اتنين؟ لأنه أنا جيت على دبي في 2019 وتعرف my passion بال F&B business. I met my wife هوني كمانا. She had كان عندها pastry shop اسمه Sweet Spot. وكنا عم نشتغل هالفترة على concept يجمع هالتو experiences سوا. المطعم مع pastry shop. طلع معنا أوليف. Authentic نفس الوقت modern twist. فيو Levantine Italian French cuisine. So dishes from all around the Mediterranean مع French classic pastry. هلا بتدوقها وتجربها كتير طيبة. كل الماتيريالز اللي هون وكل كل شيء عم بينعمل هو عم بيتحضر هون. نحن بنحضره ب the best quality of materials. main ingredients كلها جاية either من لبنان أو من يوروب. هلا بتشوف كل شيء عنا زيت الزيتون من الكورة. كبيس ومربيات من صغرتها ومن اهدن. كل شيء هاي المونة اللي هي هون معروضة كمان نحن بنستعملها بقلب الريسيبيز تبعنا هي اللي بتعطي هالكواليتي وهالتيست الطيبة. هاي أوتوني. سو أنا سارة و my background is in pastry. كل شيء desserts و cake. I had my own business قبل. كنت أعمل cheesecakes different flavors. It was my mom's recipe وعملت لها marketing و commercialization وبلشت بيعها بالماركت وكان بدي وسع. So we came up with this concept which is restaurant and also patisserie at the same time. وحبينا to offer cakes و desserts of very very high quality. كل شيء top ingredients من Basque cheesecakes that's a bit Spanish Mediterranean لتخطيط مع chocolate, fruits, big sizes, small sizes, كمان الشو stuffed with vanilla, chocolate, praline, coffee, كل الأشياء شوي trendy, very good taste. So هلا بتقول معنا. كل شيء شفتوه برا بينشغل هون. pastry section, bakery section, لمنقيش, كل شيء فود كمان المنيو الأكل, kitchen, كله بينشغل in-house. من الخبز اللي بنعمل فيها sandwiches لقطعة الكيك from A to Z كله in-house. croissant هون, different flavors, زعتر, croissant الفرنسوية الكلاسيك مع الزعتر اللبناني اللي كتير طيب. هلا مندوقه بعد شوي. جبنة, almond, chocolate, top Belgium chocolate. كلها بتنشغل هون. sliced bread, pain au lait, different flavors, pain au lait chocolat, plain, زعتر من لبنان و pain au lait كمان مع olive من الكورة.
كتير طيبين، الأولاد بينبسطوا فيهم، كل الأعمار كمان أكيد. Mediterranean flavors, le vent all the way to Italia, pizza, manqouche, jibni, dips, and everything in between. ببلشوا بالترويقة الصبح، برجعوا بكفوا على الغداء، فيكن تاخدوا سلادات، fresh corner، تبولة عندهم مع شوية كينوا عظيمة، ممكن chicken sandwich وغيره وغيره. حبيت فكرة لبنة مع مكدوس، كتير ناس بتعرفها، ما كتير ناس بتاكلها على توست، طب، ممكن البتنجان كمان على توست، ذكرني بأكلات كان ناكلها نحن صغار. منقوشتهم طيب، الزعترات حبيتهم، شوية جبنة. Flavors of home now open Dubai. وما تنسوا فيكم تشتغلوا من لبنان هون عرف أهم شيء الزيتونات والزيتات. بلشت القصة عم خبركن عن الكيكس، بلشت القصة وعم نحكي عن النوهاو اللي صار عند ايام من زمان اللي هو الكيكس، هيدا السيجنتشر البست سيلر يلي هو فيه مزهر، يلي فيه بيستاشيو، يلي موله من جوا لونه حلو مبين قد مسقى منيح وقد جوسي، وكتير يعني من اول ما بلشت مشتهي اني ذوقه. Let's try it. بتطلع طعمة المزهر، كيك مشغول كتير صح من جوا، بتجي طعمة البيستاشيو بالآخر، منه ناشف أبداً، منه مثل أني دراي كيك. I love the sugar topping، قرشة البيستاشيو بالآخر. Oh that's a good one. That's a very good one. لازم يكون شكله هيك، اسمه burned أساساً. Basque cheesecake، هو cheesecake loaded with cheese. بيجي محروق من برا بيعطيه هذا اللون الأسود، شكله من جوا عظيم. One color, 1000 emotions. قرشته حلوة مش تشش. Chocolate all the way. Nice crunch. Two kinds of chocolate. A nice flakiness حلوة كتير، مش بس قرشة التارت، في flakiness من جوا. That's a promising cake. حضرتها وطلبتها على جنب، بتركها ترجع تدوب هيك مع بعضها، البندورة تلزق شوي على الجبنة للطريق. One of my favorite، منقوشة جبنة، بندورة ونعنع. Nothing else. ومن هون ساعة ونص طريق على أبو ظبي.
Let's go. بدي مليون فولوور. هي عندي خبريه لك، كانوا يجيب عليا مليون فولوور، بس انت اذا نزلت بتروح فايرل وفيها تقطيش رؤوس. اوكي اعملوا فولو تصير مليون فولوور، بخبركم خبريه بعد مليون. هيك بنكون حفظنا على الروس. يقبرنا الروس انا. مش الروس روسيه، الروس يعني راسي وراسك وراسه وراسه. شلون رحت على الكحاله؟ عرفت رحت عند الوالد. وهلا رجعت لعنا، اهلا وسهلا فيك. على طول بننبسط بزيارتك لعنا. رح ندوقك اليوم شي اثنين بيتزا، وحده ترافل، وان اوف اور بست سيلرز. بنعمل لك كمان بوراتا. مثل ما بتعرف انتوني، نحن العجينه اللي بنعملها اول شيء بميكس فلاور. انا اي ويل ميكس ات، اوكي، بالصور دو. وغير هيك انا عندي العجينه بتبلش من فيرمنتيشن مينيموم 24 اورز، ماكسيموم تو 72 اورز. انا بال 99 تركت لبنان ورحت على ايطاليا، اوكي، وهونيك فتت على المدرسه وتعلمت الايطاليان كيتشن، يعني اذا بدك بكل تواضع مثل ما لازم، اوكي، مش مصلحه متعدين عليها او متعلمينها من السوق ابدا. عندي اكسبيرينس سوق اكيد، وعندي كمان شهادات من المدرسه من روما، اوكي. هلا بالنسبه للعجينه يلي عم نشتغل فيها، هلا هيدي العجينه فيها اكثر من 60% مي، اوكي، يعني تحت تقريبا بال 65% هي مي، مشان هيك تكون كثير خفيفه على المعده. هون عندنا تو سايزز، اوكي، هيدي مثل ما بيقولوا طالعين شوي عن القعده الايطاليه. عاده بايطاليا في 1 سايز وهو 30 سنتيمتر، انا بعرف، بس ولكن هون في عالم عامله دايت بدها بيتزا صغيره، او مثلا ولد صغير مع اهله ما بيقدر يكفي بيتزا، بقى عملنا للسايز السمول. وبنرجع عندنا على الكلاسيك، احنا كمان مكبينه شوي على 33 بدل ال 30. الترافل اللي نستعمله سان بيترو بيتيني، شغل ايطاليا 100%. فريش از فريش از ات لوكس. نحن وين رجعنا عن ايطاليا؟ تذكر اول مره خبرتكم عن ايطاليا المطبخ الحلو، عن الايطاليا فيل اند فايب، الخبره اللي جايه من ايطاليا. وقت اكلنا باستا غير شكل، اكلت بيتزا غير شكل، وشفتوا الجو هون في هابينس بوزيتيفيتي، واهم شيء نظافه، هيدا اهم شغله. بحب اجي اصور المطبخ تفرجيكم، انت تشوفوا ناتشر اللي حواليه قديش في ست بيت حاطه ايدها هون، ما في طحين على الارض، ما في نقطه اسود ان كان على الجريل او ان كان على الحيطان، وكل الشغل مشغول صح. صوت الفرن، الطحين، العجينه، and everything in between. كل شغله عبالكم تاكلوا شيء طيب
خفيف، وقفتها حلوة، قرشتها حلوة. بصير ناطر قول باكل من قدام او بلش من ورا، ما بعرف. بسكوي خفيف رقيق، كتير فلافي من جوا، كتير رقيقة بس مش معظمة، ما بتكسر بس خفيفة. Italian are amazing. خبركم سر، سقنا ساعة ونص من دبي كرمال هاي. Is it worth it؟ انتو حكموا. يحرز مشوار من تحت. فخامة 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 غير شكل. أنا أول مرة هيدا الكريم تبع ال كريم شرطينة بلسامك كريم، مش معقول شو طالع. لك انجوي غزة. أنتوني نحن عم نعمل هلا بروما بيقولوا له تارتوفو بورتشيني بيتزا. اوكي، هيدي البيتزا بروما كانوا ياكلوها الملوك، يلي هي الترافل، يلي هو معروف انه غالي وصعب وجوده، والترافل بورتشيني يلي هن معروفين فيه بروما وبجنوب فرنسا وبشقة من اسبانيا. اوكي، هيدا المشروم كتير مميز بطعمته وبدسامته، فنحن عم نستعمله هون على هيدي البيتزا ترافل بورتشيني بيتزا. E per tutti i nostri clienti la Mocca, il vero caffè italiano. قال هيدا كتير مهمة بروما، وأكل الأغنية والأشياء المهمة، وترافل وثلاث أنواع ترافل، ترافل كريم، ترافل زيست، ترافل أويل، وبعد العجينة مش معقول. هلأ مش عم ناخد هيدا، بس طلعوا ملا عجينة، طلعوا ملا وقفة، بدأ كسرة صغيرة من ورا، طلعوا كيف توقف. بريميوم إنجريدينس، العجينة اللي مش معقول، بالإيدين بتفتح رقيقة ما فيه، كله شغل على الإيد، كله شغل بشغف، بيرجع بيشيل منها الطحين، بيرجع بيطيرها شوي، وشو بيبقى؟ وهي بتربح، هي بتربح all the way، بالزيتات، بالدسامة، بالنقط عم تنقط من المكان، من ريحتها الحلوة، من طعمتها اللي بتسطل. هاي بتربح. لحق حالك بشي قطعتين ثلاثة، لأن إذا وصلت على الطاولة لهونيك ما رح يبقى لك شي تدوق. اسمع مني، حط هالكاميرا وقعد حدي. أنتوني مثل ما بتعرف أنا نحن هون فاميلي بزنس، أنا بشتغل أنا ومدامتي وصهري هو شريكي. بقى نحن هون بلشنا نعمل سمول بيتزا أوفل لأولادنا للمدرسة اللي ياخدوهم معهم. كان عنا زبونات هون كمان، هيك نحن صارت كل زبوناتنا رفقاتنا يعني. بقى قالوا لنا شو هدول أسئلة من هون لهون، أخدوهم لأولادهم وصار عنا هيك، صار عم يجوا لأصحابه عم يطلبوا. بقى حبيت أعرفك على هذا البرودكت اللي عم نعمله للأولاد اللي ياخدوهم معهم على المدارس، وفي شغلة كتير مهمة عم نعمله بالهول ويت. هيدي تعلمناها من الوالد طول بعمره. ممنوع الطحين على البرودكت.
متحمس وقاطع تيابي ليك انا ما بوسخ تيابي ابدا كله من ورق لحظه هول خاصه بهالمحل حرام يروحوا ضيعان 100% بتعرف اذا بدك ما تشتري وحده كبيره وبدك تشتري ثلاثه صغار تدوق ثلاث طعمات تاخذه معك على الايكول الصبح بيعمل لك اياهم بحط لك اياهم بباكجينج بتاخذه معك على المدرسه وبتنبسط فيهم بدل الترتين اللبنه تاكل بيتزا تليانية غير شكل اصلك على الشغل مش على الايكول انا خلصت الايكول الاكل هلا خلصنا من البيتزا وراح ننتقل على الباستا راح نعمل سباجيتي كربونارا وراح نعمل بني اماتريشانا كربونارا اوليف اويل نحن هون استعملنا البيف بيكن ايش نحضر بهالوقت الصوص تبع الاماتريشانا كمان هون بنحط اوليف اويل بيف بيكن شويه تشيلي فليكس عم نكفي الكربونارا بلاك بيبر بيكورينو تشيز عم نحضر الصوص تبع الكربونارا والاماتريشانا بنكب الباستا بنجهزها بلا كريم آل دنتي بيكورينو تشيز صفار البيض تحرق؟ ايه أكيد؟ مهمة ومش مالحة مش مالحة البهار اللي بقلبها عظيم بيف بيكن مظبوط بس عطيها تقريبا زيت الطعمه سباجيتي اللي نحن بنحبها تشاكو 11 شغله طب كم شو اعطيك من الثانيه لا تعب اعطيك نصها اهم شيء انه الدنتي اهم شيء انه البندورات بريميوم كواليتي حموضتهم رائعه جبنه على القد نكزه حار بلا ما تاذي كثير اكسلنت كواليتي حيت هيدا الي كانت خلاص روح كل بيتزا مش رح اعطيك لا 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 مش رح اعطيك ما بقرب على ثلاثه هيك بنخلص Really enjoyed it. التقينا هون من 6 شهور تعوقت عليهم هلا رجعت and I love it. Wow. Pizza or pasta. شي روعة. Enjoy your meal. وملتقى بدبي حياتي ايه. Bye. سلم.
بقدر اجى على ابو ظبي وما اجى على الموزايك؟ لا اكيد لا، لعدة اسباب بيناتهم الاساسي انه عندهم حمص طيب واكل طيب وجو طيب والديكور حلو والموسيقى حلوه والقعده حلوه وبحس حالي منيح، بس الاهم انه صعد صديق كتير وما بقدر ما اقطع ما اسلم عليه. نقطع منضحك منكد بسمعني شويه واتساب اوديو اخبار، حدا بعت له شيء هو بعت لحدا، بنقضي وقت كتير حلو. اهم شغله انه بحب ياكل، فمفوت دغري على المطبخ بيعمل لي حمص على ذوقه، بيعمل لي كل شيء على ذوقه. اول ما وصلت قال لي دخلك اكل؟ قلت له يعني ضلني عم باكل. قال لي لا لا، اذا مش اكل تعال انزل لك هالوجيو اللي عند شقفه لحمه وبعد اكلها انا وياك. هالقد بنبسط هون، هالقد بحب كرم، هالقد بحب عطائه. فنحن على المزيك عن جديد، بتذكروا نظيره طلعه فوق على المطبخ لتارتين الجاتويات، الجاتو اللي وصلنا ساعه كنا انا والاولاد هون بابو ظبي، بتذكروهم كل هول هول كلهم هون، اللوجويات هون فوق راسي. موزايك قاعدة مع الشباب، صحن حمص غير شكل ولقمة على السريع قبل ما نكفي برمتنا من أبو ظبي all the way back to دبي. شطت رايلتي بس على ريحة السنوبرات وكيف كان عم بيقليهم على صحن الحمص. انا جاي اكل صحن حمص، قلت لك على التليفون قلت لك بحب اجي اشوفك تاكل صحن حمص، ونزلت الطاوله كلها سوا. عم خبرون هلا قبل شوي انا بجي لعندك لانه اكلتك طيبين، بس هذا غير موضوع. اوكي، بس لاني بحبك وانا كمان الا اني بحب اقعد انا وياك، لانك انت زلمه طيب وادمي وكريم وفيك طاقه مش معقول. ثانك يو. بوصل بينط بالمطبخ حطوا لي ظبطوا لي كله بصير يعب ياكل عيط. لا مش هيك بتعمل، ازيح من دربك تعمل لك اياها. وبلشنا بصحن الحمص. كيف كانت الصيفيه؟ الصيفيه كانت ممتعه حلوه. رجعت على لبنان؟ إيه؟ أكيد طبعا، رغم كل شيء يعني نحن أبو ظبي والإمارات وعراسنا، بس لبنان لبنان شغلة طبيعي. كيف كانت؟ والله يعني كانت حلوة كتير. النزلة عدنا بالجبل بالشبانية، كان طقس رائع أنطوني صراحة يعني. عملنا الأكل بقى اللي نعمله هون عملناه هوني، واخدنا شوي من هوني. أحلى شيء. موزايك وين صار؟ شو في شيء جديد؟ شو المشاريع؟ موزايك وين صار؟ موزايك هلا قلنا هذيك المره انه في قريبا فرع بعد هنعمله. اوكي. وطبعا توسعنا كثير بالكيترينج. عاملين اشياء كثير حلوه وكثير طيبه يعني كمان. وهلا في عنا منيو جديد بخلال 10 ايام كمان بينزل بقلب موزايك، اصناف كثير جديده. حمصات رائعين. صحتين. الحمصات القليله اللي هن خفاف حموضتهم كثير قويه، الحامض فيهم زياده. بتحسوا بهذا البالانس بقلب التم، ان كان حمص مع لحمه، ان كان حمص مع لحمه مفروم اوارما لحمه، او هذا الحمص يلي راح فيه شهداء جوا بالمطبخ. عم بمزح، الفكره انه اكلوا عيط، حط له صنوبر بلا بخل، وصل صوته على الطريق. سعد عامل رجيم فما راح اجبره يقعد ياكل معي، بس خليني اخبركم عن كل شغله بشغلتها. لا هذا الصحن شيء جنون، شيء من الخيال. في شيء نص كيلو صنوبر، شوية زيت مقليين بالزبدة مظبوط بالسمنة، والحمصات عنده روعة روعة روعة. جيب نفس لبنان مثل ما هو لهون، الطعم الغير شكل، بتحسوا حالكم هون قاعدين بالطريقة كتير حلوة. ما بعرف شو الفايب اللي بحسه أول ما أجي لهون، إن كان هن إن كان عائلتهم أو إن كان أكل طيب. ومعروف وين ما تسألوا بتعطي حدا بيقلكم موزايك لأبو ظبي، زيرو مستيك ولا غلطة. اللحمة الفراكي المسخن المحمر، حمص مع لحمة، حمص مع أورمة، المقانق، الورق عنب، البتنجين مع بتنجين،
الفلافل البيروتية غير شكل، اللحم نية، الكبة، هول اللي رح أعطيهم حقهم بعد شوية بس تعطوني دقيقة، وهيدا الصحن ما عم بقدر أوقف. لا هيدا حلم عن جد، حلم 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 عن جد حلم. أول مرة بأكل شيء هالقد 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 غريب، هالقد سنوبر. البالانس بين السمنة وبين الزيت مع بعضهم، حمصاته رائعين. هيدي القصة كلها. فليكي من برا مثل الكروسون، مطبوخة صح، تفتحوها جوا سيربرايز مثل الكندر تبع الطفولة. ما بدها غير لبن تتعطيها هيك شوية سقعة، شوية فريشنس. This is a pure addiction. قصة كتير كبيرة، كتير كتير كبيرة. اف مش معقول ملا طعمه. انه جايب لبنان عبو ضبي من الاخر، بهيك كواليتي، بهيك لون، بهيك مكونات، بهيك شغل، بهيك كرم، بهيك نوعية. توب. بدك تعيش لبنان بابو ضبي خبرناك وين. طلعنا على الضيعة، فتنا على ضو، طلعنا على شوي عتمة سانسيت، بعد شوي عدنا ضحكنا تسلينا، طلعنا على المكتب شربنا قهوة حكينا اخبار. عن جد بحبوا هالزلمة، ادمي خواجة كريم. غيرنا الاكل طيب، والكاميرا دايما هون بالامارات على الشو بترجع بتغبش، مش انا مش عم ننظفها، عم ننظفها كتير. One more stop قبل ما نرجع. تتذكروا بالحلقات القديمة فرجيناكم وتعرفنا على بي واي بي، كان عم بغير الديكور، كان آخر مرة بيتصور هذا المحل القديم يلي ضايان سنين سنين. جايين نرجع نلتقى بصديق ناز يلي أنا قلت له إنه رح أجي من ساعتين. لك هي العجقة، في عجقة كتير ساعة خمسة ساعة سبعة. أنا بعد ما أكلت شي اليوم وقعد بس على الطريق العجقة. مبروك الديكور الجديد. Thank you. بي واي بي بي Yes. بالطابق الأخير حتى نتفرج جوا كيف كان، تحضروه بالحلقة القبلة كيف صار، رح نحضرها هلأ. انا انبسطت رجعت شفتك، وانبسطت كتير بالديكور يلي عن جد شوكينج، بين شو كان شو صار، مودرن ابديتد، الوان اقل، اضويه اكثر، بروجكشن اوف اول ذا سبورتس ايفنتس. تذكروا كيف كان، بليز رجعوا احضروا الحلقه، حطوا ابو ظبي بي واي بي، رجعوا بتشوفوا كيف كان، الوان حديد، كاميونات، تراكتورات، موبيليتات، كان اول ذا واي.
اندن مش يعني مش حلوين كثير حلوين ان شاء الله رجعين نفتح فيهم شيء جديد ثاني. صار مودرن صار يلبق ب 2023 اند اون جوينج. مش بس هيك في اشياء اكل ما بخليك تحكي بعرف في اشياء اكل جديده بيناتهم هيدي الصينيه اللي لبق منها ربيع مهلك يلي بشوفك بقول مش مغدك النهار حتى ما تقول مطعم ايتك. اه ميرسي رشيل لنا حامض عليها كل واحد على قياسه. تاكو هارد شيل سوفت شيل الجبنه الخس الدجاج اللحمه and everything in between. 3-4 اشخاص او شخصين مثلنا بتقعدوا بتحضروا الموفي بتحضروا السبورتس في الكول. يس فول بار فولي لايسنس وكلهم هولي. في ارجيله برا اللي بده كمان صار بدنا شيء ابليفتنج للمحل. العالم بدها مور كومفورت مور ستاف. قبل كان حديد رستيك هلا بتقعد مرتاح بتقعد تاكل. غيرنا كل المنيو عملنا شيء كثير شيرينج للعالم so people can come enjoy يقعدوا band all the time كل يوم عنا bands عنا قصص كثير كثير حلوة وسلبة. It's a day to day thing. فتح كل يوم فتح كل يوم. You don't have to come only for the weekend to chill. عندك كل يوم عنا French nights عنا من أي ساعة لأي ساعة؟ كل يوم من الساعة 3 للساعة 3 3 to 3 band day. Nights action محل ما الجروبات الأصحاب تلتقى بطريقة كثير حلوة. مرسي حياتي excited. بأمريكا شهر عم فكر عم فتش على هارد شيل وما كنت لاقيه. طلع لي هارد اند سوفت. كثير حبيت الفكره. شو بدكم؟ برجر كورن موتزاريلا ستيكس اند ذن كومز هاي وتشيز. طيب انا عطى معود على الشوكولا الفاونتن تشوكليت فاونتن بس اذا مثلي ما حدا ما بحط السويت بدك تخترع شيء تطلع ناس جود ستاف جود ستاف جود ستاف اونستلي جود ستاف. حبيت كثير كواليتي اوف ذا تشيز. رح اقول لكم انه هيك بنخلص نهار بعتقد يعني من بعد نهار طويل وعظيم وبعد في هلا ساعتين سويقه على دبي. بدك تنام انت ايه؟ انا رح سوق رابس رح ينام. Cheers. Bravo. Mabuk. Cheers. Thank you. Cheers. Great idea.